السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة جس محسن. فهاد الفيديو غادي نشوفو البرانسيب ديال لي بروتيكسيون بليزون غوشمو اللي كيكونوا في ليتيود تكنيك دي بروجي روتي. دونك كما كتشوفوا معايا في هاد ليكستري كنديروهم في لي سيكسيون لونجون لي واد لي شعبه اكسيتيرا. وبالنسبه لا فورمي اللي كنعتمدوا عليها في ليفالياسيون دو ديامتر هي اصباخ واللي كتكون اون فونكسيون ديال لا فيتاس لا دونسيتي دي بلوك دون غوشمو اللي كتساوي 2.65 طون بار متر كوب والبوتيت جي او ما يسمى بتسارع الجاذبيه اللي كيساوي 9.81 متر بار سكون او كاري والكوفيسيون ام اللي كيكون ديبون دو لا زون ا بروتيجي. دونك في هذا المثال اللي عندنا في هذه البريزونطاسيون لا فيتاس كتساوي 3.2 والاس 2.65 والبوتيت جي 9.81 والام 0.9. ابخي لابليكاسيون ديال لا فورميل كنلقاو دي كتساوي 390.51 كيدون ان كاليبر 500-300 ملم كما كتشوفوا معايا في هذا الطابلو والديامتر موين هو 40 سنتيم. دونك بالنسبه لي كونديسيون مينيمال اساتيسفير 5 دي كتساوي 2 متر بوغ لا باز ديال لا بونكيت 3 دي كتساوي 1.20 متر بوغ لي بيسور و 2 دي كتساوي 0.80 متر بوغ لي بيسور او نيفو ديطالي والفوليم باغ متر لينيي اكبر من او يساوي 3 دي اش دي ديامتر موين والاش لا فويلمون. دونك هاد الفيشي غيكون راه الاشاره ديال الجميع في لاباغ دانفو غتلقاو ليان دو تيليشارجمون واللي عنده شي سؤال او حتى شي معلومه يتواصل معايا في الانستغرام او الميسنجر. شكرا على حسن المتابعه والى اللقاء في الفيديوهات القادمه ان شاء الله.